الخوت كل شيء مزيان صحيحه الطويرات كل شيء بخير. المهم الاخوان جينا نشارك معكم ان شاء الله اليوم موضوع النقاش ولا موضوع فيه الفائده الاخوان، وهو يعني كيفاش كنخرجوا الزريعه الشوكيه او كيفاش كتخرج الزريعه الشوكيه. غادي نحاولوا ان شاء الله باش نناقشوا هذا الموضوع وتشوفوه مباشره يعني كيفاش كتخرج الزريعه الشوكيه. حاولت يعني ندير واحد الفيديو اللي شافوا الاخوان، يعني جمعنا الحبوب الشوكيه كيف كتبان لكم في الصوره، جمعنا هاد الريوس يعني باقيين خضرين وكنحاولوا كيف قلنا ولا كيف شرحنا في الاول كنديرهم في خنيشات بحال هذا الشكل هذا، كناخذ الكميه اللي بغيت وكنحتفظ بها في واحد البلاصه اللي كتضرب فيها شويه مره الشمس، وهذا غير ما تكونش شي بلاصه اللي فيها الرطوبه ولا فيها الشتاء، وراه اوتوماتيك قلنا كتخرج الراسه يعني ما كدير معها لا مجهود لا حتى شي حاجه. كيف كيبان لكم انا غنحاول نوريكم، ها هي دابا هذه ما جمعناهاش ولا يعني ما خليناهاش حتى لمده ديال 10 ايام ولا 9 ايام. ها انتم الاخوان، ها هي راه بدات كتخرج كيف كيبان لكم. دابا الشوكه ملي كتكرم كتلوح هذوك الشيء ديالها كامل الاخوان بحال هذا الشكل هذا، ملي كتلوح هذا الشيء راه هذا الشيء زريعه. ها هي الاخوان، ها هي كامله حبوب شوكيه، هذا الشيء هو اللي بغينا حنايا، راه بدون تدخل ديالك بلا حتى شي حاجه. هما الخنيشات اللي جمعنا ولا اللي شفتوها الاخوان، ها هما، ها هي الاخرى حتى هي كتخرج في الريش ديالها يعني كتخرج هادو، وهادي كطير وملي كطير يعني فيها الحبه والحبه كتغرس وكدي تنوض، يعني شي حاجه خالق الله ومدير ليها هاد الظروف اللي الملائمه ديالها باش كتغرس. حنا كنحاولوا غير نجيبوها ونجمعوا الروايسات بحال هاد الشكل هذا خضرين، كنجيبوهم نلوحهم في نيشه كيف قلنا وكنخليوهم في واحد البلاصه راهم كيكرموا وكيبدا كتلوح الراسه في هادشي. دابا غادي دوز واحد كيف قلنا 15 يوم اضعف الايمان، دابا دازت 10 ايام ولا قل راه بدات كتلوح في يعني في الحبوب ديالها. دابا غنخليوها نزيدها واحد 5 ايام وغادي نحاول غير نجي ونصوص هاد الخنشه بحال هاد الشكل هذا بحال كونيا، نصوصها مزيان نبقى نخبط فيها واحد شويه بحال هاد الشكل هذا ولا نحركها يعني حتى كتساس مزيان الاخوان بحال هاد الشكل هذا. وراه غادي نحاول ناخذ هذوك الشوك نلوحو وغادي نلقى الحبوب كامله الاخوان، الحبوب يعني بحال هذا الشكل هذا، الحبوب كامله كاينه لتحت يعني طايحه في الكاع ديال الخنشه، وديك الساعه راك تاخذها وتحتفظ بها وتقدمها للطويرات، راه فيها فوائد كثيره للجهاز الكبد للجهاز المناعه والجهاز الهضمي بصفه عامه. المهم الاخوان الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوت، كان غير موضوع بغينا نشاركه مع الاخوان ديالنا يعني الطريقه ديالها وكيفاش كنخرجوها. راه ما كدير حتى شي مجهود وساهله باش تخرج، وكيف كتعرفوا الثمن ديالها طالع وهي في متناول جميع الاخوان يعني غير حداك في الطبيعه، نجمع منها ونحطها بحال هذا الشكل نخليها لمده قليله غادي نرجع نلقاها خرجات راسها يعني بدون تدخل ديال حتى شي واحد. المهم الله ييسر لكم والله ييسر جميع الخوت.